Je vais profiter de la scolina. Je vais profiter de la scolina. Je vais profiter de la scolina. Je vais profiter الابتسامات المخطط ديال الجامعه وهي تكوين الشباب. حنا الحمد لله النتائج هي كدوي نفسها. سير 12 تيتر المغرب حصل على 10. اذا هاد الوليدات خصنا نتبعوهم، لان دابا المشكل ما عندناش ما بين 11 سنه 12 سنه 13. المشكل غادي يكون ما بين 15 16 17 18. اذا هاد الوليدات خصنا نتبعوهم باش من 5 سنين ولا 6 يكونوا ان شاء الله les 100 premiers mondiaux, au moins entre les 100 et les 200. هذا هو المشكل اللي خصنا نلقاو ليهم الحل، والحل الوحيد وهي يعني ادماج الدراسه ديالهم، يعني يشوفوا كيفاش الدراسه ديالهم وكيفاش التنس ديالهم يمشيو متساويين، لان الغالب ديال الوليدات كيوصلوا للبكالوريا الله يسمح لنا من الوالدين كيقول كيفضل ولده يخرج طبيب ولا يمشي يدير ماستر كيلك بار ولا يدير مهندس كيخلي التنس. اذا ملي كيمشي لامريكا ولا شي حاجه كيدخل في شي كليه صغيره كتعطيه منحه باش يولي يلعب مع التنس، اذا كينسى التنس كيولي عنده التنس الثانوي والدراسه ديالو هي هذيك. حنا خصنا نشوفوا ماشي غير حنا، ماشي غير الجامعه، خص الاباء، لان مسؤوليه كبيره، خص المسؤوليه ديال الاباء، المسؤوليه ديال المينيستير تيتال، المسؤوليه ديال الكنوم، يعني المسؤوليه ديال الدوله خصها تكون حتى هي داخله هنا باش نشوفوا اليوم كيفاش هاد سبور ايتيد، ولا نجيبوا اليوم نجيبوا نشوفوا شي معهد اللي يحاول يتبعهم. وهذا هو المشكل دابا المطروح. اما راه ان شامبيون لو فورم با اون اناني، ان شامبيون راه خصو من كيما بادين دابا من 9 سنين 10 11 ساس فورم اون بليزيوغ زاني. دابا احنا الحمد لله حتى 14 عام النتائج حسنه، اذا خصنا التتبع. هذا هو المشكل ديال التنس في المغرب. شكرا.